اسمي إبراهيم بريء، أنا كنتي Head of Fixed Income في Arab Investment Bank. قبل Arab Investment Bank كنت في بنك مصر في الديلينج روم برضو، ومعي الماستر ماستر ان فاينانس من يونيفرستي اوف يورك يو كي. انا كرنتلي انا بتيتش ال ACI Dealing Certificate بقالي سنتين. الشهاده دي طبعا هي اللايسنس، اي حد بيشتغل تريجري ديلينج روم في مصر ريكوايرد ان هو تو بي لايسنس، ان هو ياخد ال ACI. ال ACI ديت هي عباره عن شهاده مصممه للجونيور تريدرز اب تو 5 years مثلا في الديلينج روم، الماركت ريسك، في الكريت ريسك كمان، الكومبلاينس اللي بيشتغل كومبلاينس كمان، اللي بيشتغل في الاي ال ام، الباك اوفيس كمان لو حابب يتعرف عليه، لان هو بيبقى شايف كل البرودكتس الموجوده. فهي شهاده بتوريك ايه كل البرودكتس الموجوده في التريجري، بتعرفنا كمان الاي ال ام والريسك تكنيكس اللي ممكن البنوك تستخدمها عشان تهج البالانس شيت بتاعتها. فهي متقسمه لحوالي 5 تشابترز. أول شابتر ده بيتكلم على الفاينانشال ماركتس، ده وده شابتر جديد في النيو فيرجن بتاعة الـ ACI. سكشن 2 أو شابتر 2 بيتكلم على الـ FX ماركت وكل أنواع البرودكتس في الـ FX ماركت، سواء سبوت، كروس، فورورد، FX سواب، كل أنواع البرودكتس الموجودة في الـ FX ماركت ده موجودة في سكشن 2. بعد كده سكشن 3 بيتكلم على ريتس، الموني ماركت ريتس والفيكسد انكم والاسلاميك برودكتس. سكشن 4 بقى بيتكلم على اف اي سي سي دوت، الفيكسد انكم كرنسيز اند كوموديتيز ديريفاتيفز والانترست ريت ديريفاتيفز وفراز وموني ماركت فيوتشرز وانترست ريت سوابس، وبنتكلم على الاوبشنز. فهو تشابتر لين من كل انواع الريت ديريفاتيفز في اي سي اي. تشابتر 5 بقى هو ده عباره عن توبيك باسكت اسمه ابلكيشن، ده عباره عن جزء ميكس ما بين الاي ال ام الاسيت اند لايبيليتي مانجمنت والريسك مانجمنت. بيتكلم بقى ايه كل الكابيتال ريكويرمنتس اندر بازل، فور كريت ريسك، فور ماركت ريسك، فور اوبريشنال ريسك، الليكويديتي ريسك. فهي الشهاده بصراحه فيري ادفانسد للتريجري، واي حد داخل التريجري بيبقى مطلوب ان هو واخد اللايسنس بتاعتها. وكل اللي شغال في الريسك، ماركت ريسك او كريت ريسك او في الاي ال ام او في الباك اوفيس او في الكومبلاينس، يعني هي موجهه ليهم الشهاده دي. الاكزام بتاعها عباره عن 70 questions. السكسس ريت ان افري سكشن ات هاز تو بي 50%، هاويفر ان الاوفرول لازم مينيمم 60%.